أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال، وهل ينكر على من قال بخلاف ذلك؟ متى رمي الجمرات قبل الزوال؟ لا يجوز، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص في هذا لأحد، انتظر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حتى زالت الشمس فرموا الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم، ولا رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. إنما هذه أقوال لبعض العلماء عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف الدليل فلا عبرة به، فالذي يرمي قبل الزوال في أيام التشريق رميه غير صحيح، لأنه مخالف لرمي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.